فريق اولمبيك اسافيليون قال الكلمه ديالو، فريق كبير، فريق متجانس. الفوز ديالو اليوم كان فوز مستحق، وبهذه المناسبه كنهنى الجمهور اللي حج بكثافه، والجمهور اللي عنده واحد كما نقولوا تيبغي الفريق ديالو سواء كان خاسر او رابح، ديما كيساندو ديما ميدانه او داخل الميدان. اذا اولمبيك اسفي حاليا حنا ما بقيناش كنقول نقلبوا باش غادي نبقاو، كنقلبوا باش نكونوا ان شاء الله في الصفوف الاماميه في الترتيب. اذا اولمبيك اسفي كيبقى فريق عريق، فريق ديال 100 سنه، ماشي فريق الله كاين. نتمنوا ليه التوفيق، نتمنوا ان شاء الله في السنه القادمه ان شاء الله نلعبوا على البطوله ان شاء الله. هذا حضور كبير ديال الجماهير المسؤوليه، ماشي حضور انه حضور ديال الوليد العاد يلا اليوم، حضور دائم في العديد من هذه السنوات كامله اللي كان الاولمبيك لا في الدوزيام سيري بريمير سيري، ديما الجمهور كيساند الفريق ديالو داخل الميدان او خارج الميدان. وكنتمنى ان شاء الله لهذا الفريق ان شاء الله باش يقول الكلمه ديالو العام الجاي ان شاء الله، البطوله ديال العام الجاي ان شاء الله، لما ما نلعبوا على المراكز الاولى ولما لا البطوله ان شاء الله. ان شاء الله غادي نخدموا على هذا الملف ديال الملعب كبير مدينه اسفي، لان الحمد لله عندنا جمهور كبير ما كيتسعش هذا الملعب، لان الملعب كيتسع 6000 ولا 5500 ديال الجمهور، وحنا عندنا جمهور كبير اللي كيفوت هذا الاعداد، وكاين الناس اللي ما دخلوش، كاين الناس اللي ما قدروش ما لقاوش لي تيكيت باش يدخلوا الملعب. اذا حنا دابا حاليا غادي نترافو على هذا الملعب، يكون عندنا شي مكب كبير اللي يستوعب جميع المشجعين ديال الفريق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.